صباح الخير مشاهدينا، فكرة جديدة من أوراسكوب بقدم لكم إياها على أمل إن تكون حاملة كل الأخبار الحلوة لنهاركم. شو نصايح أبراجنا الـ 12 رح نكتشف سوا، والبداية مثل كل يوم رح بتكون مع برج الحمل. بتكون مميز اليوم وبتترك أثر إيجابي مطرح ما بتكون. خليك واضح مع زملائك بالعمل وما تخلي حدا يستغل طيبة قلبك لمصالحه الشخصية. أما عاطفيا إذا كنت عم بتعيش قصة حب، حاول أنك ما تعطي كل يلي عندك قبل ما تتأكد من مشاعر شريكك بالأول. الثور، يوم مهم في لقاءات واجتماعات عملية، استغل الفرص اللي عم تتقدم لك وحاول انك تركز على كل التفاصيل يلي ممكن تصب لصالحك بالمستقبل. اما عاطفيا كون بعيد عن القرارات الحاسمة بعلاقاتك هلا وما تتسرع لو شو ما كانت الاسباب. نوصل لبرج الجوزاء، اليوم ما إلك جلادة تشتغل وبتحس حالك تعبان، بنصحك تاخد فرصة من الشغل وتموه فيها عن حالك، تقرب أكثر من العائلة فهني بحاجة لدعمك ولخبرتك بكتير مجالات. أما رقم حظك لليوم فهو 12. السرطان، انت عصب اليوم وخصوصا انك من النوع يلي ما بيتقبل انتقادات من حدا، حاول ما تفش خلقك بالشريك لانه ممكن هيدا الشيء ينقلب ضدك هيدي المره ويكون هو بالمقابل عم يقطع بمرحله دقيقه وما يتحمل كلامك وتصرفاتك الجارحه. منوصل لبرج الأسد، يوم حلو ومناسب للترفيه، انتبه من التسرع بقراراتك وما تتكل على حدا ينهي لك مشاريعك. عاطفيا بتحضر موعد رومانسي مع الحبيب تتصارحه بحقيقة مشاعرك، أما إذا كنت أعزب فيمكن تتلاقى قريبا بالشخص المناسب. نوصل للعذراء، ما فيك تتعامل مع كل الناس بنفس الطريقة فبسبب طيبة قلبك عم توقع بمشاكل كتيرة، حاول ما تعطي كل خبرتك ومعلوماتك بمجال شغلك وما توثق بكل المحيطين فيك لأن ممكن يكونوا عم يستغلوك لمنافعهم الشخصية. أما برج الميزان، بتحس حالك بهيدي الفترة مليان طاقة وحيوية بعد ما كنت قاطع بمشاكل كتيرة، الخبرة يلي اكتسبتها من شغلك القديم والمعارف يلي كونتها بتخليك مقصد لكتير من الأشخاص يلي بدهم يستفيدوا من خبرتك لتطوير مجال عملهم، المهم تعرف تنقي العرض المناسب. أما العقرب، العقرب اليوم مبسوط بلا سبب وعم بيوزع طاقة على كل يلي حوله، هالسعادة يلي حاسس فيها إلى تأثير إيجابي على شغله وعلى حياته الاجتماعية والعائلية بطريقة مباشرة وعم تخلي الكل يتقرب منه. أما القوس، هيدي الفترة حتكون محط أنظار لكل يلي حواليك حتى أنك رح تاخد اهتمام كل الموجودين بالمناسبات يلي ممكن تشارك فيها، استفيد من هيدي الفترة ووسع دائرة معارفك فيمكن تستفيد منهم بيوم من الأيام. أما الجدي، شغل كتير وتعب، هيدي حالة نهارك اليوم يا صديقي الجدي، ما تخلي الأمور تتراكم عليك فرد مرة وحاول أنك تخلص كل شي بوقته، استفيد من معارفك واطلب المساعدة إذا حسيت أنك بحاجة لإلها. الدلو، الأمور عم تصير كلها لصالحك هيدي الفترة وبيدعم لك فخلك بكل مشاريعك يلي عم تعملها بما أنه حركة الكواكب عم تصب لمصلحتك. أما العلاقة مع الشريك فهي عم تتحسن بعد سوء التفاهم الكبير يلي صار معكم من فترة. صديقي الحوت، رح تستفيد من الكواكب يلي موجودة ببرجك ويلي عم تأمن لك الحظ، حاول ترفع عن حالك يا مولود الحوت خصوصا أنه اليوم رح يعطيك فرصة لتنظيم المشاريع مع الأصحاب. أما بالحب ما تضيع وقتك وفكر بالارتباط الجدي إذا حاسس حالك مرتاح مع الشريك. صفات مولود برج اليوم، هو بيتمتع بشخصية هادية رصينة غيورة لدرجة كبيرة، كما أنه شخصيته العصبية بتبين أول ما يتعرض للانتقاد وخاصة إذا كان من النوع المأذي. بتختلف طريقة حله وتفهم للمشاكل حسب نوعيتها وقربه منها، فمثلا هو بيكره الخيانة في حال صارت معه لكن بحاول يتفهم الآخرين في حال صارت معه. أصدقائي هيدي كانت كل معلوماتنا لليوم بفكرة أوراسكوب. أنا حابة أذكركم oroscopelian@hotmail.com هو الإيميل يلي فيكم تتواصلوا فيه معي وتسألوني أي شيء بخص عالم الفلك أو برجكم وأنا أكيد رح جاوبكم. وهلا بدي أترككم مع باقي فقرات MTV Live لليوم، إلى اللقاء.